النهارده عن فريق 15 سنه لكره الطايره بقياده الكابتن عادل لطفي بيكسبوا بطوله منطقه القاهره، بس بيكسبوا مين؟ بيكسبوا بتروجيت في مباراه صعبه جدا 3-2. مباراه اقيمت على المباراه لسه خلصانه من يعني اول امبارح تقريبا المباراه، وكابتن عادل لطفي قال ان هو تعرض لصعوبات كثيره جدا. خلينا ناخد كابتن عادل لطفي على التليفون. كابتن عادل مساء الخير. كابتن عادل لسه منتظرينه، لسه ما جاش، لكن خلينا نقول برضو ان هي مباراه كانت ماتشات مهمه جدا او ماتشات قويه جدا. مباراه منطقه القاهره بالذات في الكره الطايره بقت مباراه هي منطقه القاهره حاجه مصغره من بطوله الجمهوريه. بطوله الجمهوريه الفرق الكبيره المتواجده داخل منطقه القاهره، فبيلعبوا بعض في الادوار الاولانيه او التصفيات، وبعد كده بينقلوا مره ثانيه لبطوله الجمهوريه وهي البطوله الاقوى والاهم. خلينا نطلع للتليفون لكابتن عادل لطفي مدير فني تحت 15 سنه لكسبان بطوله منطقه القاهره. كابتن عادل مساء الخير. مساء الخير يا كابتن عوضي. بنبارك لك ونقول لك الف مبروك. مباراه كانت عصيبه وقويه مع نادي بتروجيت 3-2. الحمد لله كابتن عوضي. طبعا كان قبلها برضه مباراه قويه جدا مع نادي دجله، وعايز الاول بس اشكر اللعيبه اللي انا بطلب منهم دايما يكونوا قد المسؤوليه ويرفعوا اسم النادي الاهلي باستمرار. احب اشكر كمان الكابتن محمود فرج اللي هو كان بيدعم كل حاجه بتحصل مع الفرقه. احب اشكر طبيب الفريق الدكتور ايمن شبر. احب اشكر الكابتن رمضان جمعه الاداري. احب اشكر عمال الصاله اللي معايا في كل حاجه في الملعب انا عايزها بيعملوها لي. بشكر طبعا الكابتن رؤوف عبد القادر الناشط الرياضي، وان شاء الله يا رب دايما النادي الاهلي رفع اسمه لفوق، واي فرقه تعرف النادي الاهلي تكون حافظه او بتحافظ على التيشيرت بتاع النادي الاهلي، وهو ده مطلوب دايما بسم الله ان شاء الله. كابتن عادل المباراه صعبه بين بتروجيت قدامنا في الشاشه الفاينل او النقطه الاخيره، كانت مباراه صعبه. كابتن عوضي معلش مش سامع كويس يا كابتن عوضي، الصوت بعيد شويه. مباراه صعبه جدا بين الاهلي وبتروجيت في الفاينل قدامنا، المباراه هي على الشاشه بتتعرض، واخر نقطه في المباراه، المباراه كانت معلقه لغايه اخر نقطه بين الاهلي وبتروجيت. عايز كواليس. كابتن عوضي كانت المباراه الاصعب مش بتروجيت، كان في قبلها مباراه احنا بنلعب نادي دجله. كان الست فرق عباره عن الاهلي ودجله وبتروجيت والطيران والظهور والشمس. تمام. المنافسه اللي حصلت ما بين الاهلي ودجله وبتروجيت كويس، وفي وسط البطوله اصبح ماتش دجله والاهلي اللي يكسب الماتش ده بنسبه كبيره جدا اخذ البطوله. الماتش ده كان على ملعب خارجي، ملعب مدرسه الشعبيه. تمام. كنا قبل الماتش بيوم بنقل المباراه من مدرسه الشعبيه الى صاله اكاديميه الشرطه، وما حدش اتكلم خالص، وكلنا طبعا قبلنا القرار. لكن انا شايف ان القرار ده كان فيه تحامل كتير على فريق النادي الاهلي، لان دجله عندهم اربع فروع وممكن قوي يجيبوا اللعيبه كلها بتاعتهم يشجعوا فرقتهم بكارنيه النادي بيخشوا عادي جدا يعني. النادي الاهلي مين اللي هيروح النادي الاهلي؟ اولياء الامور بس، حوالي 20 25 30 40 50 حد جاي مقابل 200 في السن الصغير ده، التشجيع بيفرق. طبعا. لكن في الحمد لله في الاخر برضه النادي الاهلي قدر يسيطر على الموضوع كله ويسيطر على البطوله. وطبعا الماتش اللي كان ليه ماتش بتروجيت، احنا كنا داخلين الماتش ده قبليه الفرقه عارف ان هو كسبان، يمكن ده عمل شويه كراسه في الفرقه. وقعدت كده الفرقه ما ينفعش ناخد الكاس واحنا خسرانين. والحمد لله في الاخر فضلتنا الامور وكسبنا ماتش بتروجيت الصعب برضه، فرقه محترمه، وبهني اللعيبه لتاني مره وبقول لهم الف شكر ليكم. لكن في نص المسافه لسه عندنا الجمهوريه اصعب، شد حيلكم يا رجاله. طبعا عندنا جمهوريه اصعب، انا استعد ازاي لبطوله الجمهوريه وفرق منطقه القاهره المتواجده هم اقوى فرق تقريبا في بطولات الجمهوريه. والله يا كابتن عوضي انا شايف طبعا مع احترامي لكل الفرق ان برضه هتلاقي في الجمهوريه نفس الفرق دي هي اللي هتنافس، يعني انا هلاقي في الجمهوريه ممكن يخش معانا الزمالك، ممكن يخش معانا فرقه من اسكندريه، ممكن يخش معانا الصيد. علاوة على الاهلي ودجله وبتروجيت، الطيران برضه ممكن يكون موجود، الظهور موجود، يعني هتلاقي برضه في الاخر نفس الفرق دي هي اللي هتنافس برضه في الجمهوريه ان شاء الله. هنستعد في استعدادات خاصه لبطوله الجمهوريه ولا الاستعدادات العاديه جدا تدريبات يوميه؟ لا 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 اكيد يا كابتن عوضي، لا 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 اكيد انا دلوقتي مدي راحه سلبيه تامه. كويس. ان شاء الله ابدا يوم السبت الجاي من جديد، وعايز اقول للولاد ان اللي جاي اصعب، نستحمل شويه. انا عارف ان في عندكم مدارس بتقوم الصبح الساعه 5 و6 الصبح وترجعوا من المدرسه على الدرس ومن الدرس على التمرين، انا ده كله عارفه كويس قوي. اولياء الامور طبعا انا دلوقتي بشكرهم،
تمام. هم بيستحملونا طبعا معاهم، ولسه كمان البرد والشتاء جاي. بس انا عايز اقول لهم حاجه مهمه جدا، ان الكاس والفرحه بتنسي كل حاجه، فاي لعيب لازم يتعب عشان يلاقي بعد كده الفرحه دي اللي هتنسي كل الكلام ده. كابتن عادل الف مبروك، دائما في انتصارات، دائما في بطولات، دائما في اضافه بطولات الى النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي.